انا سمعتها وانا اظن 8 سنين، كانت معجزه غنائيه، وسمعتها لما بدات يا ليل. كانت فكره جميله من نصر محروس ان يصنع مطربه نصها غنى ونصها كاميرا، ثم بدات هي تستقل بنفسها وتغني. شيرين انت مطربه عظيم وجواكي احاسيس، ولكن لا تدوري في فلك الجمله عن طريق بعض الملحنين اللي تفرضي عليهم رايك، لان خايفه من راي الاكثر الاكبر منك انه يفرض عليك هيمه وانت نجمه، فلما يجي يقول يا بخت من كان لي اب يقول له يا بابا، او لي حد يوم يقول له هل انا صح ولا غلط، انما لما انا اللي غني وانا اللي احكم وانا اللي سقف انا بسيبك للجمهور وانت حر. ما كل صوت له مشكلته، لما صوت ينجح في صوت ينجح في اغنيه اسمه مطرب الاغنيه الواحده، ده بعد كده يعزوه او يعزوا فيه. ليه؟ لان نجحت الاغنيه ففضل قاعد عليها لغايه لما هو والاغنيه وقعوا. انما الذكاء انك تستمد من النجاح نجاح. يعني ابو حليم هقول لك، في مره جاي من حفله بالليل كان سكسي لم يحدث، فبنتعشى فبص له لقيته كده، مالك يا باشا؟ قال لا ابدا. قلت له مالك في ايه؟ قال لي الاغنيه اللي جايه هتبقى شكلها ايه؟ يا خبر، واحد في ليله نجاحه بيفكر في الاغنيه اللي جايه. هل كل المطربين بيفكروا كده؟ لا لا، في الزمن ده لو واحد مطرب كده وقف وضربته على ظهره وطلع تراب، الناس هتسقف وهي بكحه لان مش واخدين بالها. هل تسمي ده نجاح ولا غير نجاح؟ دي كارثه. النهارده صوت غس ورخيص وسيء واقرب الى الحيوانات، وبص لها بعض الجماهير بتقلده، سواء اذا كان ها 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 حمار او هاو هاو. فتبص تلاقي في بعض كده زي بيسموهم المريدين، زي ما في مريدين للمشايخ في مريدين للمطربين، حتى لو كان بيغني وحش. مطرب غنك بلبلي كان واقف ايه اللي نايمه ده، نديله بالرصاص. او مطربه تانية بتقول انت ما بتقدرش انت ما بتعرفش، ايش عرفك؟ خليني مش عايز ابقى الادب. او مطربه تانية وثالثه ورابعه، والتاني بيغني الحمار واللي بعده بيغني الخيار، وليله سودة علينا. هو ده الفن؟ اذا كان هو ده الفن يبقى الواحد مش هقول لك اروح بلد تانية، ادعي من ربنا ان ياخد اللي بيسمعه ويسقفوا ده يروحوا هم ببلد تانية.